أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي عبد الله بن عباس فنان تشكيلي فاعل جمعاوي، مهم متعدد المواهب والصفات والتخصصات. باسم جديدة نيوز كنرحب بك وكنشكرك أولا على الاستضافة ديال المدرسة اللي نتوما في الإدارة ديالها، هي مدرسة الجزيرة، لهذا المعرض هذا اللي هو غني بالمعلومات التاريخية والثقافية على مدينة جديدة. وكنطلبوا منك على الأقل شي توضيحات ولا شي إضافة يمكن تضيفها لنا بخصوص مدينة جديدة، اللي كنعرفوك أنك تعشق المدينة حتى النخاع كما كنقول. في البداية كنشكر سي عصام بكار، كنشكر جديد النيوز على الاهتمام ديالها المتواصل وتتبع الإعلامي لكل ما يجري في المدينة، وماشي غريب أنكم تبدوا الدعوة وتجوا تحضروا معنا لافتتاح هذا المعرض هذا اللي هو معرض ديال الصور والخرائط والتصاميم ديال المدينة البرتغالية، لكن نسموا احنا الحي البرتغالي بالجديد. فكنوجه الشكر كذلك لجمعية نزغان الجديدة للتراث على التنسيق اللي بدا معها مؤسسة الجزيرة في إطار تحسيس أهمية التراث للمدينة الجديدة سواء كان مادي أو لا مادي. وكما كتعرف أن التراث هو قضية الجميع، بالأخص قضية الأجيال القادمة، لأنه مطلوب الحفاظ عليه كذاكرة ثقافية تبقى حية، باش من خلالها أنه يمكن أنه يعكس ماشي نقول العظمة ديال المدينة، ولكن إسهام المدينة في تاريخ الدولة المغربية. فالإطار في جهة المعرض هذا أولا للتحسيس لحماية تراث المدينة، لهذا كان الشعار يعني لنحمي تراث المدينة. وكنظن أن هذه الرسالة هذه ما يمكن تكتبها إلى الأجيال القادمة. فهذا الإطار هذا هذه بداية، ومع التنسيق مع جمعية مزاقنا التراث الجديدة كيجي هذا منفتح على المؤسسات التعليمية. وحنا ألحينا على أن هذا المعرض وخلينا البادرة باش يكون في الجزيرة باش من بعد ينتقل للمدارس الأخرى، فلما انتقلش للمدارس الأخرى سواء كانت عمومية أو خصوصية في المدينة أو خارج المدينة داخل الإقليم ما يكون عنده حتى شي معنى. لهذا علاش؟ لأنه كما لاحظت غير في الجولة في الافتتاح فالتلاميذ اكتشفوا أشياء جديدة، كأنهم كيشوفوا المدينة بعين أخرى ما كانتش موجودة عندهم. الجانب الثاني كذلك واللي مهم هو سؤال مطروح للجميع الفاعلين التربويين سواء كانوا داخل الإدارة أو يعملون داخل القسم، هو أنه كيفاش أنه يتم إدماج هذا التراث في المناهج التعليمية. وهذه مسألة كنظن فهذه البداية على أساس ولو أنه غير خلق نقاش بين التلاميذ منهم البعض أو بين التلاميذ والأساتذة ديالهم، فهذا على الأقل هذه بداية. وهذا اللي كنتمناه على أنه في إطار يكون شي تنسيق ما بين المسؤولين يعني الإداريين على التربية والتعليم بالمدينة، باش يمكن أنه كيفاش يدخل هاد المعرض ماشي كمعرض ولكن كمحتوى، كيفاش يدخل يولي معطى يومي عن التلاميذ، ولو من خلال مثلا تعليق الصور القديمة داخل المؤسسات التعليمية باش الإنسان لأنه العين تعود أنها تشوف هاد الشيء باش يمكن نخلقوا هاد الإحساس وهذا ويولي قضية ديال الجميع باش يمكن نحميو هاد التراث هذا ديال المدينة. قبل ما تختتموا كنت كنتسنى غادي نلقى شي لوحة ديالكم محطوطة في هاد المعرض هذا، علاقة دائما بالموضوع، ولا عارف عندك لوحات في هذا الإطار هذا. المهم هاد البديلة هذه واش مفتوحة في وجه العموم ولا غير الأطفال ديال المؤسسة التعليمية؟ هي مفتوحة أصلا، هي أولا للتلاميذ والأساتذة، لأن حتى الأساتذة سواء كان ابتدائي أو في إعدادي فتا هما في حاجة إلى هذا إلى 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 هذا المعرض أو إلى هذه المعرفة. هذا جاء فنسوا كذلك الآباء ديال التلاميذ اللي كيجيو للمؤسسة، بمعنى أنه فتتت فئات هي مصادفة، كاين التلاميذ أولا كاين التلميذات كاين الأساتذة وكاين الآباء.
ديال الفريق المستهدف. ومن باسم جديد النيوز كنشكركم على حسن التواصل، ولنا موعد قريب ان شاء الله في نشاط اخر. شكرا سعد.